السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في موجز الرابع من الفضائية التشادية. شهدت المنطقة العسكرية رقم 6 بولاية إنيدي غرب حفل تسليم وتسلم بين العميد الجديد والسابق، وذلك تحت إشراف القائد العام للقوات البرية الفريق محمد سليمان. تقرير محمد طاهر صالح. بعد أن شهدت القيادة العسكرية تغييرات للقادة العسكريين في بعض المناطق، فإن المنطقة العسكرية رقم 6 هي الأخرى شهدت عملية تسليم وتسلم بين العميد طاهر هران السابق للمنطقة العسكرية رقم 6 وخلفه الجديد العميد بودامي أبكر، وذلك تحت إشراف القائد العام للقوات البرية الفريق محمد سليمان بحضور محافظ برداي الذي مثل الوالي في هذه المناسبة. وعقب تولي القائد الجديد للمنطقة العسكرية رقم 6 مهام عملي، القائد العام للقوات البرية محمد سليمان طلب من الضباط وضباط الصف التعاون مع القائد الجديد الذي تولى القيادة، وطلب منهم أن يتعاونوا معه مثل ما كانوا يتعاونون مع سلفه، وتمنى للقائد الجديد مزيدا من التقدم والازدهار لقيادة العمليات في المنطقة. القائد الجديد للمنطقة العسكرية رقم 6 هو الآخر شكر القيادة العليا للجيش الوطني بتوليه هذا المنصب، وأكد أنه على أتم الاستعداد لقيادة المنطقة، وشكر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للجيش الذي وضع ثقته في شخصي وتوليه هذا المنصب. قدم رئيس الجالية الكاميرونية المقيم بالبلاد معدات نظافة وكمامات ومطهرات إلى أفراد الجالية المقيمين بالبلاد، كان ذلك بحضور السكرتير الأول للسفارة ممثلا للسفير. جرت المناسبة بمقر السفارة. عبد الله الجابر. كوفيد 19 هو شغل الشاغل لدى كل المجتمعات، ووضع الناس على قدم المساواة، ولمواجهته دابت الجالية الكاميرونية في تشاد على توزيع كمامات ومطهرات ومعدات نظافة لصالح أفراد الجالية الكاميرونية المقيمة في البلاد. خلال مناسبة رسمية حضرها السكرتير الأول بالسفارة الكاميرونية حبيرو أول، في كلمته رئيس الجالية الكاميرونية مامادو موسى أثنى على جهود الحكومة التشادية لمحاربة هذا الفيروس، وطلب من جميع الكاميرونيين المقيمين في تشاد احترام الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة من أجل التصدي لهذا الفيروس. أما السكرتير الأول للسفارة قدم الشكر إلى مشير تشاد إدريس ديبيت نو على الجهود التي بذلها لمجابهة هذا الوباء، كما أكد أن تشاد والكاميرون تربطهما علاقات تاريخية وأزلية، الأمر الذي سمح لهما بتعزيز التعاون، وطلب من الجالية احترام القانون التشادي والوقوف جنبا إلى جنب من أجل محاربة هذا الفيروس. وأشار إلى أن الزعيمين الكاميروني بول بيا والتشادي مشير تشاد إدريس ديبيت نو يتقاسمان نفس الرؤية والهموم من أجل النهوض بدول شبه الإقليم، كما شهدت المناسبة توزيع المعدات إلى الجالية الكاميرونية المقيمة بالبلاد بقية الحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا. في آتية حاضرة ولاية البطحة قام العمدة بكر موسى كيدلا بتسليم كميات من الكمامات لثلاثة كنائس بالمدينة وبعض المدارس، مقدمة من الخلية الفرعية للتوعية وجمعية ظل العرش. تقرير محمد طاهر جبرين الحر. بتوجيه من حاكم ولاية البطحاء الذي هو المنسق الولائي للجنة الفرعية للتوعية، تم منح أماكن العبادة المسيحية الثلاثة في مدينة آتيا، وهي الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الإنجيلية، والكنيسة اللوترية، آلاف من الكمامات الواقعة. ولدى زيارة هذه الكنائس لتوصيل هذه الكمامات أشار عمدة مدينة آتيا وهو أيضا عضو في اللجنة الفرعية لرفع الوعي أبكر موسى كيدلا إلى أن كوفيد 19 لم ينتهي بعد، ويجب علينا العمل بحيث لا تكون أماكن العبادة وأماكن التجمع الأخرى عشاشا لانتقال الوباء. ارتياح تام عبر عنه مسؤولو هذه الكنائس الثلاث لخطوة اللجنة الفرعية للتوعية. وفي نفس السياق تم تزويد ثانوية أصيل أحمد أغابش والمدرسة الكاثوليكية في آتيا بعدد كبير من كمامات، إنه دعم مقدم من جمعية ظل العرش عبر شريكها المحلي جمعية باستا غريك في الفصول وفي فناء المدرسة. يمتثل الطلاب دائما لقرار ارتداء الكمامة، إنه وعي يحسب للطلاب ولمعلميهم ومسؤولي المدارس، وقد أشاد بذلك كل من رئيس جمعية باستا غريك الشفيع أحمد خالد ورئيس مركز داري آتي الريفي علي أمين إبراهيم.
التنظيم. أفاد وعبر كل من مديري ثانوية أصيل أحمد أقبش ومدير المدرسة الكاثوليكية في آتيا بهذه البادرة الطيبة التي قامت بها جمعية ظل العرش. قدم صباح اليوم رئيس تجمع أبناء تشات للجمعيات المدنية فيصل حسين البكر قدم حديثا صحفيا أعرب فيه عن ارتياح التجمع بتخصيص حقيبة وزارية مكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية في تشات. نستمع إلى جزء من حديثه. قام التجمع منذ أكثر من 6 أشهر بالعديد من الإجراءات من حوار، مراسلات، تقديم مقترحات وجلسات عمل مع رئاسة الجمهورية، البرلمان، كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى من أجل التطبيق الكامل للثنائية اللغوية. ولقد أثمرت هذه الإجراءات كمرحلة أولى إسباغ الثنائية اللغوية سبقة مؤسسية في الهيكل العام لحكومة 14/7، وذلك عبر إدراج حقيبة وزارية جديدة مكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية في الإدارة ملحقة بالأمانة العامة للحكومة. إن هذه الخطوة الهامة سوف تتيح للأمانة العامة للحكومة الإشراف المباشر وأخذ خطوات عملية لترقية الثنائية اللغوية في الإدارة، حتى يتمكن المثقفين باللغة العربية والفرنسية التعامل مع الإجراءات الإدارية من دون صعوبة أو تميز. يشيد بكافة المؤسسات الرسمية للدولة على روح الانفتاح والجهازية للعمل من أجل ترسيخ والحفاظ على القيم الوطنية التي جسدت من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو منذ عام 1990 إلى يومنا هذا. يدعو التجمع جميع المؤسسات الرسمية القيام بما يلزم من أجل التطبيق الكامل والصارم للثنائية اللغوية في الإدارة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لاعتبار اللغة العربية واللغة الفرنسية لغتين رسميتين للدولة ذواتا قيمة إدارية متساوية، والمساواة في التعيين في مواقع المسؤولية الإدارية بين المثقفين باللغة العربية والفرنسية. يؤمن التجمع بأن أبعاد تطبيق الثنائية اللغوية يتجاوز بكثير الإطار الضيق المرتبط بالترجمة والمهام الموكلة إلى وزارة التربية الوطنية، بل تشمل أبعاد واسعة تأخذ في الاعتبار الجانب السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، الإداري والقانوني والوطني، والتي تتوج بمرسوم تطبيقي ملزم يفصل ويضمن الحقوق الكاملة للدارسين باللغة العربية. 2. إنشاء مرصد وطني لتطبيق الثنائية اللغوية، مرصد مكلف بإعداد الدراسات ورصد طول الخطوات المخالفة لتطبيق الثنائية اللغوية وتقديم توصيات وتقارير دورية للجهاز ذات الاختصاص. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، طابت أوقاتكم، في أمان الله.